لأول مرة في لبنان قدم عرض ساخر انتزع آهات الإعجاب وإشادات الجمهور، عرض امتزج فيه التمثيل بالحركات البهلوانية والتأثيرات البصرية. بهذه الأغنية ذات الإيقاع الراقص والجو الهزلي بدأ العرض المسرحي للممثل والكاتب المسرحي هشام جابر وأعضاء فريقه، ولم تخلو المنصة من الألوان الموسيقية المختلفة التي قدمت من طرف أوركسترا مختصة. بيعلقوا اليافطات، كيف بيخلوا الناس تتحمس تصوت لفلان أو لفلان، بشعارات معظمها بيكون رنانة وهمية، هي بتعكس حالة الكوكب كله إذا بدك، مش بس لبنان. فكرة المسرحية ارتكزت على الشخصية الرئيسية أبو فاس النسناس المرشح في انتخابات قادمة في بلدة خرافية تدعى خربة الأحلام، والذي يطلق حملة انتخابية مع مساعدة له تدعى فيكتوريا. الحين صارت السياسة على الكوكب شيء شوي سيرك، يعني صار تقريبا لحد السيرك، والسياسيين بمطرح يعني بالكوكب كله مش بس بلبنان، يعني لبنان طبعا بيتبعوا الموجة، يعني ما بيخلقوا موجة يعني. من الواقع استوحى المخرج فكرة المسرحية وبطريقة فنية ذكية استطاع إيصالها إلى الجمهور. عد مسرحي رائع، نقد مصوبينه بشكل كتير صحيح، وبيحكوا وضع البلد عنا، يعني بصراحة حالة البلد شفناها هلأ هون بهالساعتين، يعطيهم العافية وشي جدا رائع. بتصفيقات قوية أسدل المسرح ستاره، وبتشجيعات من الجمهور سيظل مهرجان بيت الدين يقدم الكثير للفن.